بسم الله الرحمن الرحيم. بالروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين. السلام عليكم أيها الأحرار، السلام عليكم أيتها الحرائر، السلام عليكم أيها الثوار، السلام عليكم أيها الثابتون على خط النار، تنتظرون الفرج عاجلا لأخذ القصاص منهم والثأر. أحبتي، بكل فخر وبكل اعتزاز نقف هنا أمام ولدنا السيد أمجد الذي سجن ظلما وعدوانا كما سجن غيره الكثيرون الكثيرون، ولكننا بهذا الحراك وبهذا التواصل وبصبر عوائل السجناء وبصبر عوائل الشهداء سوف يخرجون عاجلا قريبا، أبى النظام أو قبل لابد أن يخرجون أحرارا ثوارا رافعي رؤوسهم يصرخون صرخات حسينهم، هيهات منا الذلة.